حياكم الله مشاهدين الكرام في حوار المنتصف. يواجه السودان مفترقة طرق تدفع الجميع للحيرة حول الطريق الذي سوف تسلكه البلاد بعد رحيل الرئيس الذي جثم على صدور السودانيين لسنوات طويلة. إلا أن الثورة لم يكن هدفها بالطبع إزاحة عمر البشير فقط، وإنما تدشين دولة جديدة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة. من هنا تأتي المخاوف من سعي المجلس العسكري لأخذ زمام السلطة وفق منطق الأمر الواقع. فكيف سيتفادى السودانيون هذه المخاوف، خاصة وأن الخلافات في صفهم تكثر يوما بعد يوم؟ التقرير ثم نبدأ الحوار. تستمر حالة الغموض في السودان مع عدم الاتفاق على صيغة رسمية للمرحلة الانتقالية بعد إزاحة حكم الرئيس السابق عمر البشير إثر مظاهرات عارمة. هذا الغموض يثير مخاوف عديدة على الديمقراطية المنشودة في البلاد، خاصة مع التدخلات الخارجية وحاجة كل الأطراف لدعمها من أجل الحصول على المكاسب، وهو الأمر الذي قد يرمي بظلال سوداء على مستقبل السودان. فأولويات الخارج ليست هي بالتأكيد أولويات الداخل. المجلس العسكري وبعد أشواط التفاوض غير المثمرة مع قوى الحرية والتغيير اختار أن يتجول عربيا، فزارت قياداته دول السعودية والإمارات ومصر، وهي جزء من محور يفضل الحكم العسكري في الدول العربية كضمانه للاستقرار. صاحبت الزيارات انتقادات واسعة حول الصيغة التي يمثلها المجلس في هذه الجولة، وكأنه يفرض أمرا واقعيا على السودانيين. إلا أن الاعتصام لا زال مستمرا، وقوى الحرية والتغيير ترى ضرورة أن يتشكل مجلس سيادي لإدارة الدولة تكون رئاسته بالتناوي بين العسكريين والمدنيين. ولكن ما يضعف موقف تلك القوى أن انقساما ظهر في صفها إثر رفض حزب الأمة الذي يقوده الصادق المهدي لأي إجراءات تصعيدية بدون التشاور مع كامل القوى السياسية. وبعيدا عن العسكريين وقوى الحرية والتغيير، هناك تيارات أخرى من السودانيين تحمل رؤى مختلفة وقد لا تقبل باختيار كلا الجانبين. فكيف ستسير الأمور في السودان؟ وما هو المخرج من حالة الانسداد التي يعيشها؟ إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا، ويسرنا أن نكون هنا في الاستوديو للنقاش حول ذلك. الأستاذ مازن الحميدي المدون والناشط السوداني، مرحبا بك أستاذ مازن. مرحبا أستاذ، حياك الله. الله يحييك. يعني في السودان الوضع مرتبك ربما على المتابع العربي، فهل هو أيضا غامض عند المتابع السوداني؟ يعني نحن كلمة ارتباك وغموض قد يعني لا 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 تشي بواقع حقيقة الحال. يعني الأمور في ظاهرها نعم قد يبدو عليها تصاعد ضخم جدا للأحداث، تسلسل وتضارب في عديد من المناحي، ولكن الرؤية بالنسبة للواقع السوداني، بالنسبة للثائر السوداني، بالنسبة للإنسان السوداني جدا واضح، والأمور موضوعة تماما على النقاط بغض النظر عن 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 هذه الصراعات. نعم، ولكن أستاذ مازن يعني نعم، المفاوضات لا تلبث إلا وتتعلق، إضراب نحن على عشيته الآن غدا وبعد غد، تصريحات من العسكريين تشي بأن هناك نوع من الاصطدام مع القوى المدنية، فهذا غموض كبير فيما بعد هذه المرحلة. سيد الفاضل، هذه إسقاطات طبيعية جدا لمآلات الوضع السوداني. يعني نعم، نحن نتحدث عن ثورة شعبية عارمة جدا، تصدر هذه الثورة في مقامها الأول قوة ضخمة جدا، هي قوة إعلان الحرية والتغيير. هذه القوة تحتوي على العديد من المكونات، تحتوي على العديد من الهيئات والقوى الحزبية والقوى الشعبية وما نعم إلى ذلك. عدم دعنا نقول عدم تركيز هذه الكتلة أو عدم يعني ميولها أو جنوحها في بعض مواقف هذه الثورة إلى 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 مواقف قد تبدو للبعض غير متماسكة أو ما إلى ذلك، هو شيء طبيعي جدا ومفهوم نسبة لأنها كما سبق وأنا أوردت لك هي كتلة عديدة الأيديولوجيات، عديدة المكونات. أهم شيء الآن، المهم جدا في 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 هذه الكتلة، هي أن تكون هناك رؤية واحدة وهامة، وبصورة عامة بشكل عام هذه الكتلة تتفق على رؤية أن يؤول الحكم في هذه المرحلة
أن يكون إلى سلطة مدنية انتقالية. يوجد اتفاق على هذه، وهذه أجدها هي الأساسية في رأس الموضوع. ما تلا ذلك وما يأتي بعد ذلك هي صراعات قد تتفاوت وهي طبيعية. يعني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير قال الحد الأدنى لدينا في التفاوض أن الرئاسة للمجلس السيادي لابد أن يكون بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، لكن الغلبة هي للمدنيين حتى لو يعني 50+1. نعم هذا كان آخر تصريح. هل يستطيع فعلا المدنيين فرض هذا الأمر على المجلس العسكري الذي يبدو أنه يتحرك إقليميا وكأنه هو الممثل للسودانيين؟ حقيقة الآن حركة المجلس الإقليمية الأخيرة هي لا مكان لها، يعني للأسف الشديد هي لا مكان لها من الشرعية، دعنا نقول هي لا مكان لها من الشرعية الدولية وحتى من الشرعية الثورية الداخلية المحلية للسودان. وهذه التحركات لن تؤدي إلى شيء، لأنها تؤدي إلى، أنا أقول أنها ستؤدي إلى ضعف موقف المجلس العسكري المحلي وضعفه الدولي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني المجلس العسكري الآن موضوع في 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 زاوية جدا ضيقة، والخيارات الآن أمامه جدا محدودة. يعني الشعارات التلويح بالتصعيد التي الآن ستباشر وستبدأ من يوم غد وبعد غد الثلاثاء والأربعاء أبدت أو تبدي بوادر من النجاح يعني الذي سيكون ملموس. حتى وإن كانت بعض قوى الحرية والتغيير ترفض هذا الإضراب، يعني الآن لا أعتقد، يعني حتى الإجماع العام، دعنا نقول عن الكتلة العامة والغالبية والإجماع العام الآن هو توجه ناحية الإضراب في هذه السورة. وحتى جزئية من قوى التجمع التي ترفض التغيير التي ترفض الإضراب هي لا ترفضه في مضمونه أو في فحواه الأساسي أو في معنى الإضراب القائم، هي يعني أشارت إلى أن هذا الإضراب يعني توجد هناك تفاصيل من يعني دعنا نقول، تحدث أمس المتحدث عن تجمع حزب الأمة أنهم يعني لإصدار مثل هذا القرار كان من الواجب أن يكون هناك اجتماع للقاعدة الحزبية واجتماع يعني هي نواحي إجرائية، هي نواحي إجرائية وليست نواحي في مضمون هذا الإضراب. يعني هذا ولذلك أنت ترى أن الإضراب سينجح غدا بالتأكيد، سوف يشمل عديد من القطاعات النقابات يعني المتابع الموظفين الحكوميين. نعم المتابع للحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتابع لبعض القوى الآن في قوى المدنية والمجتمعية في السودان، هناك بوادر هائلة جدا لنجاح هذا الإضراب. نتوقع نجاح كبير جدا لهذا الإضراب يوم غد وبعد غد إن شاء الله. يعني هو يوم غد سوف يكون فيصل وحكم. إذا نعم. كان الشعب تجاوب فعلا مع هذا الإضراب فإن لا زال النفس الشعبي مع قوى الحرية والتغيير، ولذلك سوف نترقب ونحن في انتظار أيضا مداخلات في فهم أيضا ما يحدث في السودان. لدينا اتصال الآن مع الأستاذ خالد العيسر الإعلامي السوداني. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا عليكم السلام، مرحبا بك. حياك الله أستاذ خالد. أنت دائما ما تكتب يعني وأنت تعلق على الشأن السوداني من أن الأحزاب المعارضة ربما سوف تحرف الثورة السودانية عن أهدافها، وخاصة يعني أهداف تجمع المهنيين السوداني الذي كان يقود الاحتجاجات وينظمها. الآن هناك نوع من الانقسام يبدو مع مواقف حزب الأمة الذي يتحفظ على الإضراب الذي يعلن غدا، هل برأيك هذا يضعف أيضا من الثورة شيئا فشيئا؟ لطالما سألتني عن كتاباتي بواقع الأمر، أنا كنت أكتب عن قناعات. نعم. للأسف الشديد وقتها الناس لم يتبينوا أن الذي كنا نكتبه ونردده هو أساسا المشكلة السوداني الذي بدأ يتجلى الآن ويبرز إلى السطح، والشعب السوداني كله يقف شاهد على مدى تمترس بعض القوى السياسية في مطالب ضيقة لا تخدم الثورة السودانية التي بذلت ناس من أجلها الغالي والعزيز، بل أزغت العديد من الأرواح الشهداء قبل أن تنتصر كلمة إرادة الأمة السودانية. الواقع أن الترتيبة الحزبية السودانية بشكل المعروف هي أساس إلى ليس فقط أساس الاحتجاج الذي يشكل ملامح الأمة السودانية حاليا، وإنما أيضا كانت السبب في تجيء الإحتجاج وحكم الاستاذ لفترة ثلاثة. من لا يستطيع أن يفتغ أوضاعه لما يتوافق مع مطالب الجماهير لثلاثة قود، لن يستطيع أن يفتغ أوضاعه لما يحدث مطالب الجماهير لفترة
45 يوم. نعم، ولكن هناك من يقول أن الأحزاب السودانية تملك الخبرة في التعامل مع العسكر، وربما لديهم آراء أيضا بالتنسيق مع قوى إقليمية في حول السودان، بينما الثوار يبدو أيضا يتعاملون بطريقة فيها قدر من العجلة وعدم الحنكة السياسية. أي حنكة أو أي تجربة هي التي سمحت لعمر البشير ونظامه أن يجلسوا في كرسي السلطة لثلاثة عقود ولم تستطيع المعادلة السياسية المناوئة تفكيك النظام الذي لا يزال جاسم على صدر الأمة السودانية؟ وعندما خرج هؤلاء الشباب بإرادة شبابية ودفع قوية استطاعوا أن يطيحوا بالنظام، لماذا يريد رجالات الأحزاب وهؤلاء الكهنة اختطاف ثمار ما زرعه الشباب بدمائهم الخالية؟ الذي أريد أن أقوله، نحن لا نرفض الفكر الحزبي، نحن ديمقراطيين ندعو إلى الحكم الديمقراطي والحرية والديمقراطية والإفتاح، ولكن البيئة السودانية الحالية لا تسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة، ولا تسمح لكي يتصدر المشهد طرف خصما على طرف آخر، ولا تسمح بوجود أي معادلة سياسية لا تقبل بالآخر. الذي هو متاح حاليا هو أن يتوافق الناس جميعا على أن تتشكل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مؤهلة لتدير الحزب الانتقالية. طيب، يعني المشكلة نعم، المشكلة أن هذا التوافق يبدو بعيدا، لأن إذا كنا نتحدث عن انقسام داخل قوى الحرية والتغيير، فهناك قوى سياسية أخرى خارج الحرية والتغيير أيضا ترفض ممارسات الحرية والتغيير التي يرونها إقصائية. لكن سؤالي الآن، إضراب الغد هل يمكن أن يكون هو الفيصل في معرفة شعبية قوى الحرية والتغيير وفعلا تمثيلها للشارع السوداني؟ أنا في اعتقادي أن إضراب يوم غد ربما هو أريد منه إرسال رسالة للحكومة السودانية ممثلة في المؤسسة العسكرية لكي تستجيب إلى مطالب الجماهير، ولكن إضراب غدا لن يكون هو الحل النهائي. هناك العديد من الخطط والبرامج التي يدعو لها الثوار في سبيل اقتناع الحكم المدني، ولكن بكل تأكيد الناس لا يعولون بصورة كبيرة على إضراب النظام هذا، وإنما هي ورقة ضغط جديدة في حرب يعني تشكل ملامحها على مد وجزر وصولا إلى الغايات الكبرى التي يشهدها الناس في السودان. ولكن بالضرورة الإضراب لن يكون هو الورقة الأخيرة التي يمكن استخدامها. طيب، في سؤال أخير أستاذ خالد، المجلس العسكري يلوم المدنيين على يعني التباطؤ في مسيرة المفاوضات معه، وأن هذا سوف يدفع لخيارات أخرى، يعني ماذا يقصد برأيك بمثل هذا التصريح؟ والواضح حسب ما جاء في تصريحات عديدة للمسؤولين في المجلس العسكري أنهم يملكون خيارات أخرى، فيما يعني أنهم بإمكانهم تشكيل حكومة مدنية، حكومة وزراء مجلس الوزراء في صوادق وكفاءات مستغلة، وهذا الأمر يعني يمكن أن يحط بعض الشروخ في الواقع السوداني. ولكن دعني أقول أن المطلب الذي بدأنا هذه الثورة هو أن يتم تشكيل حكومة بين هو مدنية وهو عسكرية محدودة في التمثيل، والخروج للصدار نتائج هذا الاختطاف والتجاوز، ولكن كل طرف الآن يبدو متمترسا في مواقف، ومن يدفعون الثمن هو المعتصمين، ومن يدفع الثمن هو السودان، ولكن فارق سبيل صوت الحكمة. لا نريد أن نخفي أحد، ليست لدينا حكومات مع القوى السياسية ولا الأحزاب، ولكن استغرب هو أن هذه الفترة ليست القوى السياسية إلا إذا توافقت فيما بينها جميعا، وهذا الأمر يبدو مستحيلا، وبالتالي يجب أن ينتظروا حتى قيام انتخابات حرة وديمقراطية يدخل فيها الشعب السوداني من يقتنع. طيب، ومن ثم يمكن أن تنفجروا. أشكر جزيل الشكر أستاذ خالد العيسر إعلامي السوداني، وأعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ مازن الحميد. يعني يبدو أن هناك اتفاق بينك وبين ضيفنا المتصل من أن الهدف الأول وهو أن يحكم المدنيين في هذه المرحلة الانتقالية هو الهدف الذي لابد أن يتوافق عليه السودانيين. كان ينتقد أداء الأحزاب السياسية الأستاذ خالد دائما ما يكتب في ذلك. أنت ترى أن هذا الاختلاف طبيعي، لكن
ألا يمكن أن يؤثر فعلا في إضعاف موقف الثوار؟ بالطبع، هذا الاختلاف إذا تفاقم وزاد عن حده وفقد القائمون على إدارة هذه الأحزاب السيطرة يعني ولم يعملوا على تقديم مصلحة الوطن ومصلحة البلاد على الأيديولوجيات الحزبية وعلى المطامع الحزبية الآنية، هذا الاختلاف قد يؤدي إلى مشاكل ضخمة جدا، قد يؤدي إلى 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 تفتيت في وحدة صف التجمع بصورة أو بأخرى. ولكننا الآن يعني نحن في هذا يعني للمتابع والمراقب للمشهد الحزبي، هذه الأحزاب يعني الأحزاب الأساسية التي تدير هذا الصراع الآن لديها قاعدة جماهيرية جدا ضخمة، يعني قاعدتها الجماهيرية جدا ضخمة. القاعدة الشبابية فيها الآن حتى في بعض الأحيان هي يعني قد تختلف مع قياداتها، وهذا ما شاهدناه الآن مؤخرا في حزب الأمة وفي التضارب حتى في التصريحات الأخيرة لحزب الأمة. هذه القاعدة الشبابية مائلة تماما إلى الثورة، هذه القاعدة وهي القاعدة الأعرض قد تكون في الأحزاب، والقاعدة المقدرة ومقيمة ولها وضعها. ما أردت قوله بصورة عامة أن نعم يوجد هناك صراع حزبي، يوجد هناك بعض التعقيدات الحزبية، يوجد هناك بعض التفاقم، ولكن هي بصورة أو بأخرى وحتى تاريخ هذه اللحظة لا تؤثر أو دعنا نقول أنها لم تؤثر بشكل ضخم جدا على 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 الكتلة الكاملة لقوى إعلان الحرية. لكن هو يعيب على قوى الحرية والتغيير أن هناك نفس إقصاء، يعني الآن هذا أحد أعضاء الحزب حزب الأمة عبد الله الحلو يقول يعني حزب الأمة أصدر بيان هذا حق طبيعي له بشان التحفظ على الإضراب غدا. رد الفعل الطبيعي يقول عبد الله أنه أن تقرأ البيان تناقشه ترد عليه، لكن الهجوم الشخصي الذي يراه على رئيس الحزب وعلى الحزب والمنسوبين ووصفهم بالخيانة ومصادرة حقهم في التعبير عن رؤاهم، هذا ليس مثال جيد للتعبير عن قيم ثورتنا. يقول مع تحياتي لقوى الاستنارة وقسم الديمقراطية شعبة حرق الآخرين وشيطنتهم، يعني هو يشتكي أن هناك شيطنة لأي أحد يخالف اتجاه داخل الحرية والتغيير. أنا لدي وجهة نظر خاصة بي فيما يتعلق بهذا المنحة. حقيقة مؤخرا يعني الكتلة جماعة قوى الحرية والتغيير هي ليست بالكمال وليست بالمثالية، وعليها الكثير أو العديد من المآخذ. يعني هذه التعليقات وهذه البيانات الفردية التي تأتي من كل حزب على حدا هي خطرة جدا بمكان ما لكل متربص بهذا الكيان ولكل متربص بهذه الكتلة. تعلم سيد الفاضل أن يعني هناك هذا منضدة طاولة السياسة ودهاليزها وألعابها الكثيرة والتلاعب بالألفاظ وما إلى ذلك، هذا قد يؤدي إلى أخذ منحة من هنا وأخذ كلمة من هذا الحزب وهذا صرح وهذا قال. كان يستحسن وكان يفضل دائما أن تكون هناك منصة وواجهة إعلامية واحدة تمثل الكتلة ككل في هذه المرحلة، دعنا نقول على الأقل. هذه البيانات الفردية الآن مع يعني أضرت في خطابهم في صورتهم، لكن ألا تتفق أن هناك فشل في يعني القدرة على احتواء كل مكونات الشعب السوداني المعارضة لحكم البشير، بحيث أنه أصبحت هناك عديد من الرؤى والآراء بشأن المرحلة الانتقالية؟ نحن دعنا نتفق الآن على جزئيتين هامتان جدا. الجزئية الأولى أن هذه الكتلة قوى إعلان الحرية والتغيير وحتى تاريخ يعني قيادتها لهذه الثورة ستة في القيادة واستصاعد الأحداث والوصول إلى طاولات الحوار مع المجلس العسكري والوصول إلى القسمة النهائية التي تمثلت في 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 في, في قواعد وأسس كانت مرضية تماما للقاعدة الشعبية والقاعدة الجماهيرية، إلا أن المجلس العسكري وفي آخر لحظات يعني قفز عن طاولة الحوار ودار الطاولة 180 درجة وغير رأيه. حتى تاريخ تلك اللحظات هذه الكتلة أدارت الحراك بحنكة وبنجاح دعنا نقول. ما حدث بعد ذلك نحن لا نعيب عليه قوى جماعة الحرية والتغيير، نحن نعيب عليه الموقف العسكري، يعني نعيب عليه المجلس العسكري. حتى الآن حديث المجلس العسكري لا معنى له في أنه بعض الآن مصرحين المجلس العسكري يتحدثون عن أنهم لم يوجد تماطل، يوجد تماطل من أنا سأعود لموقف المجلس العسكري، لكن لا يمكن أن ترفع كل الحرج عن قول إعلان الحرية والتغيير. لا نرفع عنهم هم الآن يتحدثون في وسائل إعلام بأنه لابد أن تعطى السلطة لنا نحن الممثلون للشارع. فإذا كانوا هم أنفسهم لم يتفقوا
ولم ينجحوا في ضم بقية مكونات الشعب السوداني، فعن أي سلطة يتحدثون؟ أنا أختلف معك سيدي في هذه النقطة. هم نجحوا تماما في ضم مكونات الشارع السوداني إلى درجة كبيرة جدا، وإلا لما نجح هذا الحراك حتى تاريخ هذه اللحظة. أنا أعود وأؤكد على هناك من يقول أن الحراك نجح لأنه ضد البشير فقط. نعم. لكن عن البرامج، هناك جبهات الآن سياسية عدة تتكون في المشهد السوداني، والجبهة الوطنية للتغيير وغير ذلك، هذه كلهم يرون أن أن حقوق الحرية والتغيير ليس هم الممثل الوحيد للسودانيين. هذا شيء طبيعي سيد الفاضل، يعني هذا واقع يجب أن يكون معلوم وملموس لكل متابع. سيدي نحن نتحدث عن كمية ضخمة جدا من الأحزاب ذات القواعد الجماهيرية العريضة. هذه الأحزاب لها توجهاتها، هذه الأحزاب لها أيديولوجياتها الخاصة، هذه الأحزاب لديها رؤاها السياسية والقيادية الكاملة. يعني لوضع كل هذه الكتل مع بعضها ومحاولة بوتقتها وصهرها لإخراج منها يعني مخرج واحد، هذا الشيء يعني سيكون شبه مستحيل. يعني أنا أتحدث عن شيء غير منطقي الآن. نحن الآن يعني بمرحلة كل المطلوب منها أن تتحمل هذه الأحزاب بعضها، أن يكون هناك قليل من المرونة في هذه المرحلة، وأن يكون هناك رؤى وهدف واحد متمثل تتوجه نحوه هذه الكتلة لنخرج من هذا المخرج. فيما يلي بعد ذلك فليأخذ كل حزب أيديولوجياته، فليأخذ كل حزب أشياء، وهذا شيء طبيعي للحراك الديمقراطي الذي سيأتي. طيب ابقى معي أستاذ مازن. معنا الآن اتصال للدكتور حسن سلمان الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. يعني في متابعتنا للمشهد في السودان يظهر أن القوى الحرية والتغيير الآن منقسمة الآن على نفسها، مع موقف حزب الأمة برئاسة صادق المهدي، في المقابل العسكر بدأوا الآن يشيرون إلى أنهم قد يتخذون خطوات أحادية بسبب فشل التفاوض. كيف تقرأ المشهد أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أول بالنسبة للمشهد السياسي السوداني، أعتقد أن ما يمكن أن نسميه باللحظة الفارقة لقوى الحرية والتغيير قد فات عليها الزمن، ويكاد تكون الآن التراجع، ويتصدر المشهد ويتقدم عموما المجلس العسكري لما أوجده خلال الفترة الماضية من تحالفات داخلية ومن تحرك خارجي استطاع أن يكسبه أيضا هذا التحرك الخارجي نوع من الاعتراف والقدرة كذلك على المناورة بشكل أفضل. وهذا الذي عموما يبدو لي الآن أن المشهد لصالح المجلس العسكري والقوى المتحالفة معه، وقوى الحرية كل الذي تملكه الآن هو مسألة التصعيد الثوري، إن استطاعت على الأقل أن توجد مسألة الإضرابات والاعتصامات، هذه على كل أيضا ليست محل اتفاق. وبالتالي أعتقد أن الحرية والتغيير الآن يعني تكاد تكون في وضع أضعف مما كانت عليه قبل شهر تقريبا. طيب يعني الرؤساء أو قادة المجلس العسكري ذهبوا في زيارات إقليمية لدول بعينها لديها ميل لأن يبقى العسكر في الوطن العربي كضمانة للأمن والاستقرار كما يقولون. أيضا هناك وفد لقوى الحرية والتغيير ذهبوا لزيارة سفارات الإمارات السعودية ونحو ذلك. يعني هل أصبح الطرف الخارجي هو الذي يؤثر أكثر من الأطراف الداخلية؟ هو حقيقة الناظر للوضع في السودان، طبيعة الحالة اللي نستطيع أن نقول تلعب فيها الأزمة الاقتصادية الدور الأكبر في كل ما جرى، والدول التي على الأقل هي عندها الآن القابلية والاستعداد للمساهمة بشكل أو آخر في معالجة هذا المشكل، أعتقد كلا الطرفين يتسابقان بالفعل إلى كسب هذه الدول وتسجيل على الأقل نوع من ما يمكن أن نسميه حسن النوايا تجاه هذه الدول، سواء كان كل حرية التغيير أو الطرف الآخر. ولكن في المنظور الاستراتيجي نلاحظ أن هذه الدول لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا استطاعت أن تصل إلى بعض ما يمكن أن نسميه توافقات مع المجلس العسكري، قد يكون من الصعوبة أن تتقبل قوى الحرية والتغيير بإطروحاتها الثورية وبمناداتها بالديمقراطية في المنطقة. وبالتالي في المنظور الاستراتيجي لا يصب المشهد في تقديري، لا يصب المشهد في صالح الحرية والتغيير على الأقل في المرحلة الانتقالية، فيكون من الصعب عليها التفرد بالمشهد السياسي في السودان. ماذا عن الشعب السوداني بشكل عام؟ هل يصب ما يجري الآن في صالحه؟ يعني الشعب صمد وناضل في الميادين مطالبا بإزاحة البشير، فهل سيذهب البشير ويأتي يعني شيء آخر ربما أسوأ؟
حقيقة أول علينا أن نكون موضوعيين فيما يتعلق بالشارع السوداني، قطاعات واسعة منه قد يكون كل ما يهمها هو لقمة العيش، ويهمها كذلك على الأقل تسهيل الاحتياجات اليومية للمواطن. هذا قطاع واسع الذي يهمه هو كيف تتشكل له حكومة أيا كان، مجلس حزب الكنبة يعني. يهمه الآن أن يصل على الأقل إلى معالجة لواقعه اليومي. هنالك قوة قد يهمها ما هو أبعد من ذلك، وهذه قد تكون نخبة محدودة في المجتمع. هذه أعتقد سيظل الصراع بينها قائم، ولن يكون هنالك استسلام بسهولة. أيضا علينا أن ندرك أن المجلس العسكري مهما حاول أن يقترب من الإمارات أو غيرها من دول الثورة التي يمكن أن نسميها ثورة المضادة، فيبقى هنالك أيضا مساحات استطاعت أن تسجلها قوى الحرية والتغيير وبقية قوى الثورة من أن الرجوع مرة أخرى إلى فلسفة الحزب الواحد أو نظام الحزب الواحد سيكون فيه صعوبة كبيرة جدا بالنسبة للمجلس العسكري. شكرا جزيلا لك دكتور حسن سلمان الأكاديمي والباحث السياسي. أعود إليك أستاذ مازن، خاصة في نقطة التدخلات الإقليمية، يعني شاهدنا زيارات مكوكية لأكثر من دولة من قبل قادة المجلس العسكري، ثم بعد ذلك بدأوا يتحدثون وكأنهم هم من يقودون السودان وحدهم لا شريك لهم. نعم، هذه محاولات من المجلس العسكري، يعني مفهوم الغرض منها محاولة إطفاء استباق الأحداث. نعم. ومحاولة إطفاء جزء من الشرعية على 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 وجودها الآن وتصدرها للمشهد، إلا أنها أعتقد أنها يوجد لديها الآن أيضا بعض الإخفاقات في 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 جزئيات كبيرة جدا منها، خصوصا فيما يتعلق بجزء من تصريحات حيمتي. نعم. التي كانت غرة إلى درجة ما وفاقدة إلى الاستراتيجية السياسية والفهم يعني الدبلوماسي السياسي الدولي العام، وهذا شيء مفهوم. الرجل يعني بطبيعته يعني رجل يعني بعض هذه التصريحات الآن هو الآن يعني صرح بأنه الكتلة أو كل من يعادي السعودية ويعادي الإمارات هو عدو للسودان، ونحن في كفة واحدة، وأشار بصورة مباشرة إلى إيران وإلى يعني هذه الأشياء يعني ستؤدي إلى حقيقة مزيد من التعقيدات في 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 موقف المجلس العسكري الإقليمي والدولي. تحدث عن طبعا هو رفض أي عدوان على الإمارات. نعم. بيان للمجلس العسكري. نعم. لم يذكر واعتبر أعداء الإمارات. أيوة. لم يذكر دول أخرى بالاسم. نعم. ولكن يبدو الآن هو يريد أن يتسق مع هذا المحور. نعم. السؤال أن أيضا أعضاء في الحرية والتغيير منهم الدكتور العصام وغيره زاروا يعني السفارات الخليجية. نعم. الأخرى، يعني كأن هناك سعي لترتيبات الآن بعيدا عن الإعلام والظهور بعد ذلك أمام الناس باتفاق واحد. في نهاية المطاف هذه أشياء وهذه جزئيات جدا مهمة، وكان يعاب حقيقة في بداية هذا الحراك، لنكون واقعيين ومنطقيين، يعني نحن الآن لسنا أمام يعني حراك كان يعاب على قوى الحرية والتغيير. نعم. الفقر في 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 تعريف نفسها إقليميا، والفقر في 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 توصيل نفسها على الصعيد الإقليمي ومع دول الجوار والمصالح المتشابكة. هذه الجزئية كانت هامة على الأقل لخلق جسر من التفاهم في 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 مآلات المراحل القادمة بالنسبة لهم. وهذه الأشياء إذا تمت إدارتها بطريقة سليمة قد تؤدي إلى تطمين العديد من المحاور الدولية المتاخمة الآن للثورة السودانية، بأن يعني قد تكون هناك أرضيات مستقبلية لحفظ مصالح الدول كلها فيما يتلام مع أشياء خاصة. هو مع التأكيد أن مصالح الخارج ليست هي بالضبط مصالح بالتأكيد الداخل. بالتأكيد. على كل حال حمدتي كان يحذر من فتنة، يقول أن هناك من يسعى للفتنة بين الشعب السوداني، بل وقال هناك من يحاول ضرب الجيش بقوى التدخل السريع. رجعنا إلى نقطة أولى كانت حتى من خطابات نظام البشير من أن هناك فوضى بسبب الاحتجاجات في الشارع. نعم، يعني حميتي يحذر من فتنة هو دعامة أساسية فيها ومسبب أساسي لها. يعني حميتي في يعني أردت الحديث قبل قليل أن الآن حتى تصدر حميتي للمشهد في هذه الفترة الأخيرة كان فيه حقيقة يعني تحدي واستفزاز لقاعدة عريضة جدا من قوات الجيش، قوات الشعب المسلح السودانية. لكنه نائب رئيس المجلس العسكري، يعني لابد أن يظهر ويتحرك. نائب رئيس المجلس العسكري شيء،
وكممثل لقوات الدعم السريع شيء آخر سيد الفاضل، نحن نتحدث عن مؤسسة عريقة وضخمة جدا. نعم. هي مؤسسة قوات الشعب المسلحة. مؤسسة تحتوي على العديد من الضباط والخريجين لكليات حربية وعسكرية ومعروفة، لهم مواقف ولهم مراكز وهذا. بالحديث ومقارنة قوات الدعم السريع بمؤسسة الجيش، هذا حقيقة يعني شيء لا يجوز، وهذا الشيء سيكون فيه استفزاز للعديد جدا من قادة وضباط. نعم. الجيش في يعني أنت تشير إلى أن قوات التدخل السريع ليست قوات نظامية وإنما قوات شاركت في حرب دارفور فقط. هي ميليشيات معروفة يعني. نعم. على كل حال نعود إلى النقطة التي أثارها الدكتور حسن قبل قليل في مداخلته، من أن المجلس العسكري حتى لو أراد أن يقبض على الأمور في السودان فإن هناك تطورات في المشهد تجعله يعني لا يسيطر كما كان يسيطر نظام البشير دائما. هل هذا رهان من أجل أن يوسع المدنيون من هيمنتهم أيضا في المشهد السياسي شيئا فشيئا؟ بالطبع يعني أنا أريد أن أشير إلى شيء هام الآن. نعم. الصورة الآن من شكلها الخارجي يعني للمتمشي أو للذاهب فقط إلى سطح الأمور دون الخوض والتبحر في أعماقها، قد يبدو فعلا أن هناك استباق للمجلس العسكري، وقد يبدو تماما أن المجلس العسكري هو الآن يأخذ بمقاليد الأمور، لكن بقليل من الموضوعية وبقليل من التبحر. الآن المجلس العسكري يعاني من تفكك في داخله بشكل مهول جدا. المجلس العسكري أيضا لديه مكونات عديدة مختلفة. المجلس العسكري الآن توجد فيه جزئيات وقيادات الآن متضجرة ورافضة الآن لهذا الذي يحدث. يوجد رفض كبير جدا لقوات حميتي لتصدرها الآن في هذا التوقيت. يوجد جزء الآن من كتائب الظل السابقة. ما يعني؟ نعم. ما يعني؟ مما يعني أن الآن يعني الكورة الآن ستؤول في 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 بصورة أو بأخرى إلى الإرادة الشعبية. يعني الشارع الآن بإمكانه إدارة هذا المشهد في حال أن قياداته المتمثلة في قوى إجماع الحرية والتغيير كانت من الحصافة ومن الذكاء بشيء في الاستفادة من نقاط ضعف المجلس العسكري في هذا. لا زال للشعب يعني قدرة لأن يؤثر في المشهد السياسي برأيك؟ الشعب هو الأول والأخير، الشعب هو المحرك الأول، هو الدينامو الأول. نحن لا نغفل الدور الأساسي والرئيسي للشعب في هذه الثورة ككل. حتى لو أن هناك أناس متضررون من الأزمة الاقتصادية ويرون أن التظاهرات والاعتصامات تعمق المشكلة. أنا حقيقة حتى أختلف مع أي حديث يتحدث عن أن مجرد أن الإنسان السوداني والمواطن السوداني هو يعني باحث عن الوضع أفضل وعن تحسين أوضاعه وما إلى ذلك. لا، الآن المواطن السوداني يوجد درجة عالية جدا من الوعي، الآن يوجد درجة عالية جدا من تحديد ماذا يريد من هذه الثورة، من 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 أشياء وأبجديات واجب تحقيقها متمثلة في انتقالي إلى حكم مدني. أشكر انتقالية. نعم. جزيل الشكر أستاذ مازن الحميدي. نعم. المدون والناشط السوداني على انضمامك معنا في هذه الفقرة، وكل الآمال والرجاء للشعب السوداني بأن يحقق أهداف ثورته التي أرادها. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم.